بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا اليوم يا أطفالي مراجعة، نكمل ما تبقى من حروف الهجاء من حرف الدال إلى حرف الشين. والآن هيا معا نتعلم كيفية كتابة حرف الدال بالحركات. دال فتحة داء، دال فتحة داء، دال فتحة داء، دراجة ما شاء الله. دال كسرة دي، دال كسرة دي، دال كسرة دي، ديك ما شاء الله. دال ضمة دو، دال ضمة دو، دال ضمة دو، دب ما شاء الله. أنتم تحاولون جيدا. يكتب حرف الداء يا أطفالي خط مائل ثم خط منحني. إذن يكتب حرف الدال على شكل خط مائل ثم خط منحني. حاولوا معي ما شاء الله، تحاولون جيدا. خط مائل ثم خط منحني. بارك الله فيكم، محاولة رائعة. حرف الذال، هيا معا نتعلم كيفية كتابة حرف الذال بالحركات. ذال فتحة ذا، ذال فتحة ذا، ذال فتحة ذا. ذهب، أحسنتم. ذال كسرة ذي، ذال كسرة ذي، ذال كسرة ذي. ذراع ما شاء الله، تحاولون جيدا. ذال ضم ذو، ذال ضم ذو، ذال ضم ذو، ذرة ما شاء الله، أنتم تحاولون جيدا. والآن هيا معا نتعلم كيفية كتابة حرف الذال. يكتب حرف الذال بخط مائل ثم خط منحني. يكتب حرف الذال خط مائل ثم خط منحني وبالأعلى نقطة. بارك الله فيكم، حاولوا مرة أخرى. خط مائل ثم خط منحني وبالأعلى نقطة. ما شاء الله، محاولة رائعة. هيا يا أطفالي نتعلم كيفية كتابة حرف الراء. يكتب حرف الراء بشكل منحني. يكتب حرف الراء بشكل منحني. حاولوا معي يا أطفالي، خط منحني. أحسنتم، أنتم تحاولون جيدا. ما شاء الله، محاولة جيدة. مرة أخرى، خط منحني. بارك الله فيكم، أنتم فعلا رائعون. نحاول مرة أخرى، خط منحني. أحسنتم، حاولوا مرة أخرى، خط منحني. ما شاء الله، بارك الله فيكم يا أطفالي. إذن يكتب حرف الراء بشكل خط منحني. هيا معا نتعلم حرف الراء بالحركات. راء فتحة راء، راء فتحة راء، راء فتحة راء. رأس، أحسنتم، حاولوا أيضا. راء فتحة راء، راء فتحة راء، رأس، أحسنتم، أنتم حقا مبدعون. راء فتحة رأس، بارك الله فيكم. راء كسرة ري، راء كسرة ري، راء كسرة ري. حاولوا معي يا أطفالي، راء كسرة ري، ريش، أحسنتم، حاولوا أيضا. راء كسرة ري، ريش، ما شاء الله، راء كسرة ريش، أحسنتم يا أطفالي. راء ضم رو، راء ضم رو، حاولوا أيضا. راء ضم رو، ما شاء الله، أنتم تحاولون جيدا. بارك الله فيكم،
راء ضمة رمان. أحسنتم يا أطفالي. إذن راء فتحة راء، راء كسرة ري، راء ضمة رو. بارك الله فيكم يا أطفالي، أنتم تحاولون جيدا. حرف الزاي. زاي فتحة زا، زاي فتحة زا، زاي فتحة زا. أحسنتم، حاولوا معي يا أطفالي. زاي فتحة زا، زاي فتحة زا، زاي فتحة زا. بارك الله فيكم، أنتم تحاولون جيدا. هيا نحاول مرة أخرى. زاي فتحة زا، زاي فتحة زا، زاي فتحة زا. أحسنتم، بارك الله فيكم يا صغاري. زاي كسرة زي، زاي كسرة زي، زاي كسرة زي. بارك الله فيكم يا صغاري، هيا معا نحاول مرة أخرى، أنتم تحاولون جيدا. زاي كسرة زي، زاي كسرة زي، زاي كسرة زي. بارك الله فيكم يا أطفالي، هيا نحاول مرة أخرى. زاي كسرة زي، زاي كسرة زي، زاي كسرة زي. بارك الله فيكم يا أطفالي. زاي ضم زو، زاي ضم زو، زاي ضم زو. أحسنتم يا صغاري، حاولوا مرة أخرى. زاي ضم زو، زاي ضم زو، زاي ضم زو. بارك الله فيكم يا صغاري، هيا نحاول مرة أخرى. زاي ضم زو، زاي ضم زو، زاي ضم زو. ما شاء الله، أنتم حقا رائعون. بارك الله فيكم يا أطفالي. والآن يا صغاري، تعالوا معا نتعلم كيفية كتابة حرف الزاي. يكتب حرف الزاي على شكل خط منحني وفوقه نقطة. أحسنتم يا أطفالي، هيا حاولوا معي. على شكل خط منحني وفوقه نقطة. ما شاء الله، أنتم تحاولون جيدا، رائع، بارك الله فيكم. هيا نحاول مرة أخرى بخط جميل. على شكل خط منحني وفوقه نقطة. ما شاء الله، أنتم حقا مرساء. سين فتحة ساء، سين فتحة ساء، سين فتحة سمكة، سين فتحة سمكة. سين كسرة سي، سين كسرة سي، سين كسرة سي، سين سكين. ضم سو، سين ضم سو، سين سوق. يا أطفالي، هيا معا لنتعلم الطريقة الصحيحة لكتابة حرف السين. يكتب حرف السين بهذه الطريقة: سنة صغيرة، ثم سنة ثانية صغيرة، ثم سنة ثالثة صغيرة، وننزل نصف دائرة. حرف الشين. شين فتحة شاء، شين فتحة شاء، شين فتحة شاء. شمس. شين كسرة شي، شين كسرة شي، شي شراع. شين ضمة شو، شين ضمة شو، شين ضمة شو. شمور. عبد حرف الشين. يكتب حرف الشين سنة صغيرة، ثم سنة ثانية صغيرة، ثم سنة ثالثة صغيرة، نصف دائرة.
وفي الأعلى 3 نقاط. حاولوا أيضا محاولة جيدة، سنة صغيرة ثم سنة ثانية صغيرة ثم سنة ثالثة صغيرة، نصف دائرة وبالأعلى 3 نقاط. ما شاء الله، خط جميل. والآن يا أطفالي، هيا معا نحاول الإجابة على ورقة العمل. اكتب الحرف الذي تبدأ به الكلمات الآتية: حرف الشين، حرف السين. انظر إلى الصورة واختر الحرف المناسب: سمكة، شجرة، سلحفاة، شارب. سمكة، حرف السين، ما شاء الله. شجرة، حرف الشين، بارك الله فيكم. سلحفاة، حرف السين، أحسنتم يا صغاري. شارب، حرف الشين، بارك الله فيكم. السؤال الثاني: سل كل صورة بالحرف المناسب لها. حرف الدال: را، زاي، دال. دال، ذرة، ما شاء الله. را، ريشة، أحسنتم يا صغاري. زاي، زهرة، بارك الله فيكم. دال، دبابة، ما شاء الله. سل كل حرف بالكلمة المناسبة لها. حرف الراء: باء، ألف، دال. والكلمات: ذهب، رفض، بهت، أكل. إذا حرف الراء مع كلمة رفض، ما شاء الله. باء، بهت، أحسنتم. ألف، أكل، بارك الله فيكم. دال، ذهب، أحسنتم يا أطفالي، بارك الله فيكم يا صغاري. وشكرا، إلى اللقاء.